بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 14 من مجالس قراءة وشرح كتاب رياض الصالحين لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا زلنا في الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ووصلنا إلى الحديث 12، فشرحنا مقدمته، وهو وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله متوسلين، يعني أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون، يعني من الجوع، عند قدمي أو قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا المقطع هو الذي جعل الإمام النووي يجعل الحديث وين؟ في باب الإخلاص. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 سنة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت:
كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. طبعا تكلمنا في الحديث في بدايته وعرفنا بسيدنا عبد الله بن عمر، وذكرنا حكم التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى وبالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله عز وجل بالرجال الصالحين أحياء وأمواتا، وعلى رأسهم حبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ووصلنا قال: فقالوا: لا ينجيكم، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله، يعني متوسلين إليه بصالح أعمالكم. بصالح أعمالكم يعني بأعمالكم الصالحة. هنا بدأت قصة هؤلاء الثلاثة. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا. طبعا في إشي اسمه بالعرب التغليب. تغليب، الأب والأم قال عنهم، فيش حدا له أبين، ما في حدا له أبين، لكن هو قال أبوان. إيش المراد؟ ورفع أبويه على العرش. شو المراد؟ أم الأب. طبعا في لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر وعمر جمعوا على، مع أنه يعني اللفظ مختلف، على أي حال لي أبوان. طبعا شيخان واضح، كبيران زي تأكيد، زي تأكيد. وكنت لا أغبق. أغبق يعني بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة. أنا قريتها أغبق، أغبق، والرواية الأصح أغبق، بس أغبق أسهل، دارجة على لساننا. لكن روايتين، روايتين، الهمزة مفتوحة والغين ساكنة، بس الباء عليها ضمة ولا عليها كسرة؟ الثنتين جائزة، بس هي الأصح أغبق. أغبق شو معناها أغبق؟ الغبوق شرب اللبن أو شرب القهوة، بديك لبن، قهوة، شاي، حليب، بيبسي، شرب بالصبح اسمه غبوق. مساء شرب، عفوا، شرب الصباح اسمه صبوح. لما تشرب أي شيء الصبح شو بقول العرب؟ صبوح. هاتي صبوح يعني الشراب للصبح، والغبوق شراب المساء. هذا فرق لغوي. فهو بيقول أنا كنت أسرح 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 وأسيب البراري وبالوديان بحثاً عن الشجر. لما أروح أحلب الإبل، النعاج، الله أعلم شو عنده، أحلبهم وأشربهم. فهذا الحكي متى؟ بالليل ومروح، فبيسموه غبوق. والصبح قبل ما يطلع على الأسراحة أو على الرعي يحلب ويسقيهم. شو بسموه؟ صبوح. صبوح. كنت لا أغبق أو أغبق قبلهما أهلا، يعني لا أشرب، لا أسقي قبل أبوي وأمي، لا أهل ولا مال. طب المال يسقى؟ المال، المال هنا المراد به العبيد والحيوانات. يعني ما بيشرب النوق قبل ما يشرب أبوه، بيشربه مي. والعبيد اللي عنده أفرض أنه ما يشرب العبيد، أموال ولا مش أموال؟ أموال. ولهذا قال أهلا ولا مالا، تشمل المواشي اللي عنده وتشمل العبيد اللي كانوا يساعدوه بالرعي والصراحة. قال: لا أغبق قبلهما، أو أغبق هي جارية على لساني هاي، بس أغبق أصح. قال: لا أغبق قبلهما أهلا، لا أولاد ولا مرأة ولا يحزنون ولا مالا. فنأى أي بعودة بي طلب الشجر، وأنا أدور على شجر، امشي 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 امشي، بعدت. لما جيت أروح كنت متأخر. قال: فنأى بي طلب الشجر،
يوما فلم أرح عليهما، أرح بضم الهمزة وكسر الراء، أي لم أرجع، يعني روحت، بمعنى صيغة أخرى إني لم روحت. فلما روحت أو أرح عليهما حتى ناما، جيت لقيتهم نايمين، فحلبت لهما غبوقهما، أي شراب المساء هذا تاعهم، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. صحيح، عشان يشرب وانت نايم. وفي مثل عند الفلاحين بقول لا تقعد ابنك من النوم ونجاك القوم، خلاص نايم. قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق أو أغبق قبلهما أهلا أو مالا. يعني ما هو عنده حلين، يا بيشرب الأولاد يا بده يصحيهم. قال لا، قال فلبثت، والقدح شو هالبر هذا، والله البر يعني. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، تلألأ ظهر ضوءه، والصبية أولاده يصيحوا يا بابا يا بابا بدنا حي، والصبية يتضاغون اللي هي بالضاد والغين المعجمة، يصيحون من الجوع، ربما مش من الجوع والدنة، يعني بدهم شافوا الحليب بدهم حليب. الضغاء معناه صوت الذلة، يعني بترجوا بستنجدوا. طيب في سؤال، احنا عندنا بالفقه الآن لو واحد معه دينار وعنده أب وعنده ابن وكلاهما محتاج للدينار، فقه عندنا الابن صغير طبعا، ابن رضيع، ابن عمره 5 سنوات 6 سنوات وأب، والدينار لا يكفي للاثنين، لمين بعطيه؟ للابن، لأنه الأب إله أولاد غيرك، إله أخوة، إله كذا، بس الابن ملزوم منك. طب ليش ما شرب الأولاد قبل أبوهم؟ قبل أبوه؟ قال لك أيوة، ربما يقول البعض ربما كان بزمنهم إنه نفقة الأب مقدمة على نفقة الابن. إحنا عندنا الآن نفقة الزوجة مقدمة على الكل، بعد نفقة الزوجة بيجي الأبناء، بعدين الأب والأم. قالوا يمكن إنه زمان كانت نفقة الأب مقدمة، وفي قول ثاني وأعتقد أنه الأصح، قال لك يا عمي هذول مش جيعانين الأولاد، يعني ما هو متى بصير النفقة واجبة؟ مش يجي يقول لي والله بابا بدي لابتوب حقه 2000 ليرة تقول لي النفقة واجبة عليك، ولا بدي سيارة حقه كذا والنفقة واجبة عليك. لا، النفقة في حدود الضرورة، مأكل مشرب مسكن شيك ملبس، أما مش كل يوم بدك بدلة، مش كل يوم بدك كذا. فربما كان هؤلاء الصبية عندهم أكل وفي خبز في كذا بس بدهم حليب، فكان يعني تشريبهم للحليب ليس واجبا في حقه، لكن ومع ذلك آثر أن يحرم أبناءه رعاية لحق أبويه في ذلك. قال عند قدمي، زي ما قلت في رواية البخاري عند رجلي، وهذه رواية لعلها رواية مسلم. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما، شربوا كذا بعدين رجعت للأولاد. قال اللهم، وقلنا هذا السبب الذي جعل النووي يذكر هذا الحديث في باب الإخلاص، اللهم إن كنت، وأنت أعلم بالنوايا يا رب، وقلنا في حديث سابق إن الله لا ينظر إلى صوركم وينظر القلوب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك مقصود ذاتك. ابن حنبل حتى ابن تيمية أول الوجه هنا، بعضهم بيقول التأويل حرام. ابن تيمية قال والوجه الذات، ذات الله سبحانه وتعالى. قال أحمد بن حنبل قال لا، قال ابتغاء وجه الله أي ما وجهكم الله به. على أي حال، يعني مش إحنا نصور الله عز وجل كبشر والعياذ بالله وإله وجه وإله إيدين، لا لا لا، حاشا الله عن ذلك وتعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء. فالمراد بوجهك هنا هذا قاله معظم علماء الهي، ومنهم ابن تيمية نفسه قال وجهك، قال ابتغاء وجهك أي ذاتك، لا لغرض دنيا وآخر دنيوي أو غيره. ربما بده يضحك على أبوه وأمه حتى يطلبوا الأرضيات،
وله قاصد بر ولا يحزنه، أو بتملك لأبوه عشان يجوزه ولا عشان يعمل له شغلة دنيوية، وارد بصير يعني يمثل أو يصطنع البر. فهذا الزلم بيقول يا رب إذا كنت عارفني بصطنع أو بعمل كذا لغرض دنيوي خلينا، لكن إن كنت تعلم أني قصدت وجهك أو ذاتك أو قصدتك بهذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج يعني أعطينا فرجة، فرجة وإيه الفتحة يعني ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت، والله هذا الزلم صالح، مبين أنه صالح، والدليل أن ربنا استجاب له. قال انفرجت لكنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. ودائما بدنا نعطيكم قاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني هو لو زنى وفات بالصخرة عمره ما طلع، لو زنى فيها لا قدر الله. ومش بس هيك، عشان رافق المسعد تسعد ورافق المقرد تقرد، لو زنى هذا الزلم ودخلوا بالصخرة له بطلع ولا الصالحين اللي معه، ولا الصالحين ما انفرجت الصخرة. ولهذا شوف يعني صلاحك مع الرفقة السيئة ما بيفيدك، صلاحك مع الرفقة السيئة ما بيفيدك. قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. فهنا شوف سبحان الله، هذا حديث يدلك على أهمية الرفقة الصالحة، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالمهم فهنا هذا قال كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها واحتاجت مبلغ، طبعا امتنعت واستعصمت وكانت أمورها طيبة. قال حتى أصابتها أو ألمت بها سنة من السنين مجدبة، افتقرت والحاجة والعوز ألجأها إلى أن تقبل، إلى أن تقبل. طلبت 100 دينار، طبعا في بعض الروايات 100، في بعض طلبت 100 دينار أعطاها 120، هنا الرواية قال فأعطيتها 20 و100، في بعض الروايات طلبت 100 سأعطاها زيادة استعجل. قال على أن تخلي بينها وبين على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية قعدت منها بين رجليها أو مقعد الرجل من زوجته. أنطقها الله عز وجل بكلمة اتق الله ولا تفض، يعني تفتح أو تكسر الخاتم يعني القفل، وتقصد به العذرية يعني إنشاء البكاء. لا تفض لا بحقه، إيش حقه؟ الزواج. ولا تفض، بس كلمة اتق الله زي ما قلت إن خرجت من قلب مجروح إلى قلب مؤمن باستيقظ الإيمان فيه، وهذا ما جرى. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وزي ما فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أكمل؟ طيب، أسأل الله العلي العظيم، أسأل الله العلي العظيم أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يفرج عن أمة الإسلام ما هي فيه. اللهم يمكن ما في عنا أعمال صالحة نتوسل بها، نقول اللهم بإيماننا بك وبحبنا لك وبحبنا لرسولك وبجاه نبيك فرج عن أمتنا ما هي فيه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي ذرياتنا وفيما رزقتنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.